لم تكد تغلق مكاتب الاقتراع في الانتخابات المحلية والجهوية في المغرب حتى بدأت عمليات فرز الأصوات. وزارة الداخلية المغربية المشرفة تقنيا على العملية أعطت النتائج الأولية بعد فرز 80% من الأصوات. الأصالة والمعاصرة حصل على 5064 مقعدا، أي بنسبة 20.77%. العدالة والتنمية حصل على 4187 مقعدا، أي ما يعادل 17.17%. حزب الاستقلال الثالث حصل على 3924 مقعدا، أي بنسبة 16.09%. في مقر حزب العدالة والتنمية كانت الأنباء تتوالى عن انتصارات الحزب الذي حقق اختراقا لكبرى المدن ونجح في ضمان الأغلبية في مجالسها، حيث ضاعف عدد منتخبيه 4 مرات مقارنة مع آخر انتخابات، بالمقارنة مع أحزاب المعارضة التي خسرت كثيرا من ناخبيها. النتائج لحد الآن إيجابية، ليست نهائية، هي نتيجة التسيير الجاد والمعقول والنزيه ديال الجماعات اللي سيرناها وديال الحكومة اللي سيرناها هذه حوالي 4 سنوات. وكانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية المغربية قد قاربت 53%، وهي نفس النسبة التي تم تحقيقها في انتخابات 2009، على الرغم من إضافة 3 ملايين ناخب جديد إلى سجلات الناخبين هذا العام. بعد ظهور النتائج الأولية واتضاح جزء كبير من الصورة، يبدو أن الحزبين المتصدرين لنتائج هذه الانتخابات لن يواجها مصاعب كبيرة في تشكيل التحالفات من أجل إدارة المناطق، حزب العدالة والتنمية في المدن وحزب الأصالة والمعاصرة في القرى والأرياف. يونس ايتياسين، سكاي نيوز عربية، الرباط.